السلام عليكم. في موقع اسمه هايبا دوت اي او، ده لو انت مثلا عايز تعمل تعمل مبنى من خلال البرمجه، فبدل ما تقعد تبرمج، لا هو انت بتختار الشكل جاهز وهو يبدا يديك شفره الكود بتاعتك. ده مفيد للمبرمجين مثلا. طيب خلينا نختار شكل من ضمن الاشكال، هو بيديك اشكال كتيره. ممكن اقول له انا عايز اختار شكل من ضمن 20، او تقول له ده انا عايز الهيد روم يكون من رقم كذا لكذا. يعني هنا بيخصصهم لي، بدل ما 20 هيبقوا مثلا 10، تمام؟ يبدأ يجيب لي الحاجات اللي فيها الخاصية اللي أنا عايزها. ولكن مثلا اخترت أنا الشكل دوت، بيبدأ يجيب لي الأريا بتاعته، وتقدر تصدره للغات البرمجة سواء JSON أو GITF أو ملف IFC. مجرد تدوس على واحدة من الثلاثة دول يبدأ يديك الملف وتحمله عندك.